السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا مشاريع مصرية بأفكار كندية. لو انت جديد او انت جديدة في القناة ان شاء الله تعجبك قناتنا وتشترك معنا. كتير سألوني اشتري اللي هي الكوزميتكس جارز او العبوات الفاضية من مصر. طبعا ان انا برا مصر فمبقاش عارفة كويس قوي لغاية لما نزلت مصر وسألت على شركات وهحط لكم لينك شركات كمان على الفيسبوك وسألت على المكان اللي انا اقدر اشتري منه العبوات الكوزمتكس الجميلة جدا اللي انا اقدر. طبعا اهم حاجة في الكوزمتك الباكج، يعني طول ما الباكج ممتاز بيشد اكتر الكاستمر اكتر من اي شيء تاني. فاخدت بعضي ورحت وانا في مصر، الكلام ده كان شهر اكتوبر اللي فات، خدت بعضي ورحنا لشارع اللي هو الجامع الاحمر. شارع الجامع الاحمر ما يتوهش جدا لاي حد، انا يعني انا من محافظه تانية، من محافظه البحيره ومن دمنهور. خدت بعضي وركبنا القطر ونزلت محطه، انا بصراحه الناس اسمها دلوقتي هي محطتين من محطه رمسيس اللي هي اللي تودي العتبه، يعني اهم حاجه تنزل العتبه. خدت بعضي العتبه ودخلت الشارع العتبه، يا دوبك سالت على الجامع الاحمر قالوا لي الشارع اهوت. الموضوع سهل جدا. الشارع ده بصراحه كنز للي عايز يشتري او بيشتغل في الكوزمتكس والمنتجات اللي هي الكوزمتكس. في كل ما تتخيلون من عبوات، طبعا الكريمز، الجارز اللي هي البوتلز، الدروبرز، الازاز، السبريز، كل ما تتخيلوه، ازايز اللي هي زيت الشعر. في كمان عجبني جدا عندهم ان هم بيبيعوا طبعا بالجملة واسعار ممتازة جدا. في كمان بيبيعوا البخور بالجملة، فاللي عايز المشروع البخور او اللي بيشتغل في مشروع البخور بيقدر يجيب البخور ويوزعه في عبوات كوزماتيك صغيرة كده جميلة، وبيجيب البخور وبيخلطه وبيع عطور. عندهم عطور بيور قوية جدا وجميلة جدا. يعني انا جبت من عندهم عطر العود. العود بصراحة عندهم مش اي عود، انا يعني شميت عود كتير برا المكان ده، بصراحة ما كانش بيعجبني العود بالذات، لازم يكون ليه ريحة مميزة جدا. بيجيبوا حاجات من الخليج بصراحة في العطور والبخور، عجبتني قوي، بيبيعوها جملة. فانت بتقدري بتنزلي الشارع ده وبتدخلي اللي هو الشارع الجامع الاحمر وبتقدري تجيبي حاجات مثلا جمله وتوزعيها في عبوات الكوزماتكس وتحطيها، تحطي عليها اللوجو، بيبقى ممتاز جدا. يعني البخور والعطور دي الموضوع سهل جدا ان انت تاخدي وتحطي في عبوات وتوزعي باسمك، يبقى ده جميل جدا برضه. اللي بيشتغل بقى في الكريمات والكوزماتكس ومنتجات التجميل والزيوت وكل منتجات الكوزماتكس، طبعا الشارع ده كنز بالنسبة له ان هو بيجيب عبوات الكوزماتكس. انا بصراحة ما جبتش كتير علشان خاطر اصلا يعني الحاجات دي موجودة هنا، كمان علشان خاطر انا مسافرة تاني فخفت الحاجات القصر، فبس جبت حاجات مميزة. اللي عايز اقوله كمان ان انت الشارع ما تكتفيش، يعني هو فيه منافس كتير، يعني ما تكتفيش بمحل محلين، لا ادخلي يمين شمال شمال يمين، هو ليه منافس كتير جدا. وتسألي على الحاجات الجملة عندهم، اسألي كمان على اللي هي لبان الذكر والحاجات اللي هي المنتجات اللي هي الاعشاب زي اعشاب السدر، اعشاب لبان الذكر، اعشاب اللي هو التين الشوكي، اسألي على الحاجات دي هناك عندهم. برضو بيكون في محلات اعشاب ومحلات عطارة في نفس الشوارع دي. المكان جميل وصراحة ممتع جدا الواحد يشوف. انا بحب جدا عبوات الكوزماتيكس واحب انوع فيها، واحب ان انا يكون البراند بتاعي او مش مهم يكون عبوة من برا غالية، يعني هاتي الغالي، هاتي الغالي، متستخسريش في الغالي بالذات في عبوات الكوزماتيكس، عشان دي هي اول حاجة بتلفت الكاستمر وعين الكاستمر وتكاتش الكاستمر وعينه اول ما تلاقيه تحطي الحاجة عندك او بتعلنيها عندك في الجروب. انا هسيبكم تكملوا رؤية كده للشارع وتشوفوا الشارع وجماله وقد ايه هو يعتبر كنز بالنسبة للناس اللي بتشغل في المنتجات الطبيعية ومش بيطول، وتقدري تروحي تجيبي حاجتك كلها. يعني انا بروح بالقطر من محافظة لمحافظة واجيب حاجتي كلها واروح،
فالموضوع مش لا مكلف ولا مجهود ولا لازم حد معين يبعتلك ولا تشتكي تقولي انا هروح ازاي. الموضوع بسيط جدا. صد رد انا باخدها من محافظة البحيرة للقاهرة 3 ساعات في اليوم، اروح واخلص وكمان اتفسح شوية في القاهرة واروح عادي زي الفل. فلو انت مش عارفه توصلي خالص لشارع الجامع الاحمر او انت مش عارفه توصلي لشارع الجامع الاحمر، اوبر يعني، انزل على محطه رمسيس واطلب اوبر ويوصلك لغايه الشارع، برده مش هيبقى مكلف اصلا لان قريب جدا من محطه رمسيس، هو بلا محطتين من محطه رمسيس. يعني انا معلوماتي كمان في المواصلات عن مصر بقيت اتعلمها بالخبره كده لما انزل، فالحمد لله اكتسبت خبرة يعني. بس حسابكم تكملوا كده دولة وتشوفوا ايه اللي يناسبكم وتقدروا ان انتوا تشوفوا يعني تقيروا انتوا تقدروا تاخدوا ايه تشتروا ايه. وبعدين اليومين دول اعتقد قبل رمضان حد كويس جدا ان انتوا تنزلوا، لان في العيد ما شاء الله يعني الناس كلها بتبدأ تشتري سبيس هدايا حاجات العيد، الحاجات دي بتبقى كتير جدا او الاقبال ما شاء الله في العيد بيبقى اكتر. بس اسيبكم تكملوا الجولة وتشتركوا معنا في القناة وتخليكم معنا دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان غزال.